نعم. يعني إذا ذهب الإنسان إلى مكان داخل المواقيت كجدة أو غيرها أو كذا، إذا كان ناويا للعمرة فإنه ليس له أن يجاوز الميقات حتى يحرم. إذا كان ناويا للعمرة فيحرم ويؤدي العمرة ثم يرجع إلى البيت الذي يسكنه. أما إذا كان غير ناوي للعمرة وإنما ذهب إلى جدة لقضاء عمل ما ثم وجد فرصة فقال الآن أريد أن أعتمر، فهذا يحرم من جدة، ما في مشكلة. أقصد الثاني. نعم؟ أقصد الثاني. ما كان إذا لم يقصد العمرة، طيب؟ إذا كان مترددا أعتمر أو لا أعتمر، فهذا يأخذ حكم الذي لم ينوي العمرة، طالما أنه متردد. إذا عزم على العمرة فإنه لا يتعدى أو زوج. لو تجاوز الميقات ووصل إلى جدة وهو ينوي العمرة، لكن مثلاً إنسان سيجلس 5 أيام، عنده مثلاً اجتماعات، عنده زيارة خاصة، عنده زواج، عنده كذا، وسيؤدي العمرة بعد 2 يوم مثلاً، يذهب إلى زواج لكن لا يذهب، لا يحرم من جدة، يرجع إلى الميقات، إلى السيل أو إلى الطائف ويحرم من هناك. أي نعم.